كيف نوعت المتعلمات بان غادي نقوموا بتربيه تشكيليه خارج القسم؟ انتما كتشوفوا. نعم نعم لاحظنا ان كاين واحد شويه تاع النشاط، كاين واحد شويه تاع الحماس. مزيانه هاد القضيه الاستاذ، مزيانه المتعلم، باش المتعلم يغير الروتين تاع القسم وحتى الاستاذ حتى هو. ونتمنى هاد الفكره هذه تعجبكم، وشكرا لكم جزيلا.